مباحثات مصرية سودانية برئاسة مدبولي وحمدوك حول ملف سد النهضة. 135 وفاة بفيروس كورونا بروسيا في أعلى حصيلة وفيات منذ تفشي الوباء. للمرة الأولى هذا العام المدارس الثانوية في كوريا الجنوبية تفتح أبوابها أمام الطلاب. الحادية عشر صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. أعلنت وزارة الخارجية عن عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره السوداني عبد الله حمدوك، فضلا عن وزيري الخارجية والري ورئيسي جهازي المخابرات للبلدين. وقالت الخارجية في بيان لها أن الاجتماع تناول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه، حيث أوضح حمدوك خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن. استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 65 من المصريين العالقين هناك. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم تعقيم المواطنين وحقائبهم فور وصولهم المطار، فضلا عن إجراء اختبار أجسام مضادة لهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، تمهيدا لنقلهم إلى أحد الفنادق لقضاء فترة الحجر الصحي. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالجهود التي بذلتها القارة الإفريقية لمكافحة فيروس كورونا، وأكد في تصريحات أن غالبية الحكومات والمجتمعات الإفريقية اتخذت إجراءات وقائية شجاعة للغاية في الوقت المناسب، مضيفا أنها قدمت درسا لبعض الدول المتقدمة التي لم تفعل ذلك. أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 135 وفاة بسبب فيروس كورونا في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الفيروس. وقالت السلطات أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2972 وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 308,000 إصابة بعد تسجيل 8,764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية. أعرب المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن عن صدمته من أن الرئيس دونالد ترامب تناول عقار هيدروكسيكلوروكين كإجراء وقائي مفترض ضد فيروس كورونا، وهاجم بايدن في تصريحات له إدارة ترامب، وقال إن هجومه المتكرر على الرئيس السابق باراك أوباما هو بمثابة محاولة يائسة لتحويل التركيز مع تعامله مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة. سجلت كوريا الجنوبية 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يأتي ذلك في الوقت الذي فتحت فيه المدارس الثانوية في سول أبوابها للمرة الأولى هذا العام، حيث عاد الطلاب إلى الصفوف الدراسية وفق ضوابط وإرشادات وقائية. وقال مسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية لإعادة فتح جميع المدارس بالتزامن مع الوقاية من فيروس كورونا. انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.